أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أذهب وأعمل عمرة في كل شهر، أم أتبرع بالمال الذي أذهب به في العمرة في الجهاد في سبيل الله للمجاهدين؟ هذا حسب الضرورة، إذا كان هناك ضرورة ألح من العمرة، كأن يكون هناك فقراء محتاجين أو أهل بيت محتاجين حاجة شديدة، الصدقة عليهم ودفع حاجة، أو مدين معسر فتسديد الدين عنه أفضل من العمرة، حسب الحاجة. فالمحتاجون سواء من المجاهدين أو غيرهم، إذا كانت حاجتهم أشد فهو أفضل من العمرة. نعم.